إذن إما أن يكون الشيء له قيمة من يكون لا قيمة له. قلنا الذي لا قيمة له خذه وما عليك شيء. وما كان يمتنع عن صغار السباع الإبل والبقر والغنم والإبل والبقر والخيل والحمير والبغال لا تجيها. النوع الثالث ما لا يمتنع عن صغار السباع اللي هي الضأن بشكل عام، زين، الغنم سواء كان من الضأن أو من الماعز، الدجاج، الأوز، البط، والذهب والأموال وكذا، هذه التي عليها الكلام، هذه اللقطة، هذه تسمى اللقطة. هذه اللقطة يجب تعريفها سنة كما سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، عفوا دقيقة. يقول من ترك دابته في أرض إياس، يعني أحيانا، وهذا حصل لجابر بن عبد الله رضي الله عنه. جابر بن عبد الله في رحلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أظنها في بني المصطلق، وهم راجعين كانت ناقته أو بعيره كان ما يمشي مع، يعني أتعبه ما في حيل، زين، فحبي سبله، تركه خلاص سبله لأنه مو قادر عليه وراح يتعبه ومجابله وما يسوى، ما في قيمة. فإذا وجدت أنت مثلا بعيرا في مكان مهجور مثلا ما حول أحد أبدا أو كذا، لك أن تأخذه هنا، لأن أنت يغلب على ظنك أن صاحبه شنو؟ سبلة، مثل بعير هقل كبير مثلا ما ينوكل ما كذا، تحس أنه متروك مثلا، طيب، أو نفس الشيء بقرة أو جاموسة أو كذا. فالمهم إذا غلب على ظنك أنه متروك مهمل، مثل اللي قلنا عشان تذكرون في الدرس السابق في إحياء الموات، من لقى وجد شيء ملكة، تروح مثلا مكان المخيمات مثلا، الآن لما أنهوا الفرصة بس خلاص الآن لازم كل المخيمات تشيل، في ناس تروح تدور الطياح من المخيمات، بعضهم يلقى له مثلا أواني منزلية، يلقى له خيمة، يلقى له مثل صناديق، يلقى له مثلا كور، يلقى له أحذية، يلقى له أي شيء، يلقى أباريق أو كذا. فهذه عادة أهلها إيش؟ تركوها عمدا ما يبونها، فلك أن تأخذها، لك أن تأخذها إذا غلب على ظنك أنها إيش؟ متروكة لأجل هذا، فلا مانع من أخذها في مثل هذه الحالة. قال وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق، يعني يكون مركب صغير مثلا وصار ثقل عليه ويبي يغرق وكذا، يقطون بعض الأغراض عشان يخف حمل هذا المركب، كل ما ألقي هذا حلالك لو أخذته لا شيء عليك. طيب، قال فإن أخذ شيئا من هذه فإنه يضمنها، إذا أخذ شيئا منها فإنه يضمنها، خاصة بعد حتى الصغار ما لا تمتنع عن صغار السباع اللي هي الغنم والدجاج والأوز والحمام وغير ذلك، هذه إذا أخذها ضمينها، يضمنها لصاحبها، يقول وتضمن كالغصب، ولا يزول الضمان إلا بدفعها للإمام أو نائبه أو بردها إلى مكانها بإذنه، ومن كتم شيئا منها لزمه قيمته مرتين. هذا يعني في مذهب أحمد فقط، أن باب زجف العقوبة اللي يأخذ اللي هي الإبل والبقر الغنم، الإبل والبقر عفوا والخيل التي تمتنع بنفسها من صغار السباع، فهذه قلت لا تجيسها، فإن جاس مسكها. جاء في حديث مختلف في صحته أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغريمه مرتين، ثمنها مرتين، واحدة لثمنها واحدة عقوبة له. ليش تأخذها؟ الأصل تتركها هذه الأشياء ما تجيها، اللي هي الإبل والبقر والخيل التي تمتنع بنفسها. النوع الثالث التي هي لا تمتنع من صغار السباع، قال والذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والفصلان والعجاجيل، الفصيل اللي هو ولد الناقة، والعجاجيل اللي هو العجل ولد البقرة، والأوز والدجاج، فهذه يجوز التقاطها لمن وثق من نفسه الأمانة والقدرة على تعريفها، لأن هذه يلزمه أن يعرفها سنة، يلزمه أن يعرفها سنة كاملة، يعرف هذه اللقطة التي وجدها. قال والأفضل مع ذلك تركها، يعني اتركها، خل غيرك يبلش فيها. وذاك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب، يعني ما أخذت أنت يأخذها أخوك، إن ما أخذها أخوك ترى أكلها الذئب، فكيفك، يعني أنت مخير. طيب إذا أخذها يعرفها سنة،
يعرفها. سنأتي التفصيل إن شاء الله تعالى كيف يتصرف معها.